بغينا نعرفوا ايه السبب علاش ما كتبغيوش تبرمجوا، شنو السبب علاش الناس صوتوا علينا، علاش داروا لنا هاد الناس هنا؟ سيد الرئيس ماشي ما بغيناش نبرمجوا، اقتراحات ديالك سيد الرئيس باش ما نغلطوش الناس. اش عطيناك سميتو الدراسه؟ قلتي هاد الدراسه التقني ديالك ديال الجامعه، قال لك هاد الدراسات هادو ما بقاوش صالحين، اش غادي نبرمجوا؟ اش غنبرمجوا؟ كذبوا على الناس. ايوا غادي نكذبوا على الناس، راه الوثيقه راه عطيتها ليك، راه عند السيد القايد، راه كذا من لان هاد الوثيقه ما بقاتش صالحه هاد الدراسه. علاش غادي علاش غادي نبرمج؟ ما تغلطش الناس، شوف ناضي عليك، ما تغلطش الناس، الله يرحم الوالدين، ما تغلطش الناس. اسمع ناضي عليك، ماشي داك الشيء، داك الشيء راه صالح العام، دير الدراسه. واش هضرتي؟ دير الدراسه، دير الدراسه، دير الدراسه، ماشي مقترحات العطشان اي تومار واي تحليل خنيق واي تحليل كبير واي تشاد مبرمجين دوك المقترحات اللي اقترحتي اليوم. انا الاقتراحات اللي اقترحت لجنه الميزانيه هي اللي كتقرر وهي اللي اقترحتي على لجنه الماليه، اقترحتي على لجنه الماليه باش تزكي لك داك الشيء ولا ما تزكيش؟ واش كاينه العطشان في البرمجه وهاد الدوابر اللي جبت مقصيه؟ اللي تقصاو في اكتوبر، لا عفوا في دوره اكتوبر اللي تقصاو واستافدوا في دوائر مقصيه، كاين تحليل كبير مقصيه ولا التمر حتى مقصيه. هذا هو هذا هو احنا باش قلنا عدم تداول في ديك الميزانيه اللي دازت، لان احنا الدوائر ديالنا راه مذكوره، كاين عندنا الدائره اللي مذكوره، الدائره 11 والدائره ديال التمر حتى راه مذكوره. الناس راه كتعاني من الطرقان، حنا راه المهم انا تحت من مسؤولي على هذا الكلام، الناس راه كتعاني من الطرقان ومن الماء ومن الضوء، هذا الشيء راه عيب وعار على هذا المجلس، على هذا المجلس اللي كيدير هذا الشيء هذا، راه اللي بيناتهم شي حسابات بيناتهم على بر، ولكن المواطن علاش ضيعوا؟ راه الناس كتعاني، راه ضربت الشتاء هذه مؤخرا في الحلية، راه ما لقاتش الناس من تسد، الناس راه كتعاني، هذا الشيء راه عيب وعار. بالنسبة لي انا هذا المجلس هذا راه ما تهدوا لنا الراس لا رجل. انا كنهضر على الدائره ديالي وراني ما عنديش علاقه حتى ما شي واحد. انا هضرت عبد العالي على حق، حنا مع الساكنه وضد البلوكاج، ولكن قلتي 23 راسلتي لجنه الماليه، واش العطشان اقترحتيهم على لجنه الماليه انت كرئيس؟ واش اقترحتي على لجنه الماليه العطشان واي تحليل الفريق اي تحليل الرز واي تشير؟ هذا سؤال. ملي كنعطي واحد اقتراح لجنه الميزانيه انت عارف بانه هذيك السنين ولا سنين وكل شيء مبروك. غير انت دير مبادره طيبه. نصوتوا معاك دابا حنا، راينا عندك شي اغلبيه انت. عدم التداول. معاك دابا انا نصوت معاك، دير لي هذاك الشيء بطرقه. انا نصوت معاك. انا غنصوت معاك انت اللي رئيس، انا غنصوت معاك دابا. رانا عندك شي اغلبيه انت ولا عبد العالي اللي يهضر، رانا خاصك واحد انا نصوت معاك، انا سمعك يدي بجوج انا. انا معاك دابا، انا نجي نجلس حداك. نخيط انا معاك في فيستا. هانا لينا يلا جبد لينا بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا طول النهار. باش يعرفوا الساكنه ان العطشان ما نبرمجش، ان اي تحليل ما نبرمجهاش. كدوزوا داك الشيء، كدوزوا داك الشيء ماشي انت كرئيس ومحمد مثلا كجنه الماليه، يعني انت وجنه الماليه كديروا داك الشيء اللي بغيتوا. انا سؤالك ما جاوبتيش عليه. وثاني حاجه راسلتيني على عدم التداول، انا كنت غنجاوب ولكن ما بغيتش نجاوب لان ما تداول، ما قلتش انا عدم التداول، انا ما حضرتش في الدور الاخير. البرمجه طلبنا لك عده وثائق من هذه الدراسه، لا ديال الضوء لا ديال الماء لا ديال هذا، عندنا وثائق نجبدهم دابا. اي طلبتهم طلبناهم. شنو قلتي ديال الكوانين؟ درنا دراسه الكوانين ديال على حساب الضوء، ما توصلنا حتى لحاجه. بالنسبه للماء ما توصلنا حتى لحاجه. قلنا لك راس الناس ديال الماء باش يجيبوا لنا الدراسات باش نعرفوا ديال شحال ديال الفلوس، ما نطيحوش في الاخطاء اللي قبل. راه الطريق راه تلونصات ثلاثه المرات باش يعرفوا الناس، ولكن تيكون الفلوس ماشي قد هذاك الشيء اللي كيدير وكيتضر داك الشيء في ثلاث سنين. هذه جينا برمجنا سيدي، لقينا درنا الدراسه ديال الطريق كان فيها 236 مليون، جينا انت اللي حط تما الاعتمادات لقيناك حط 400 مليون، شحال ديال الفرق؟ 160 مليون. طلبنا قلنا لك علاش هذا الفرق هذا؟ ما جاوبتيناش. قلنا لك بلاتي خلينا نكملوا خلينا نكملوا. دابا كتفرقوا الميزانيه ديال الكوانين، راه مقصيين كاع، حنا كاع ما كنتناقشوا سي عبد العالي، راه الكوانين كيهضر عليهم عبد الرحمن كيهضر على المشاريع ديالو. مثلا باش نقسم
الاعتماد لا قريتها لا تخصيص اعتماد 200 ألف درهم لإعداد دراسة تقنية وتحيين دراسات ماي راه برمجنا ليك بالحضور ديال السلطة. المشكل اللي عندي انا هاد البيع كتلقى لنا الحلول ديالهم ما كاينش، والمدرسة اللي فايت مزالة 3 سنين هادي الفلوس ديالها مبرمجين. تاينا عندي البير وعندي الماء ما كملهمش. والماء 3 سنين انا عندي البير وعندي الماء. انا عندي الماء ما كملتيلياش الماء ديالي علاش؟ ومن 2016 عندي الماء عندي الفلوس عندي الماء انا عندي الماء انا عندي سقايه 500 متر وعندي البير. انا عندي 500 متر والسقايه فلوسها كلشي والبير علاش ما خدمتيهاش؟ راه قلت لك بان عندكم ميزانيه كتغير كافيه على الدراسه ديال 100 هادشي راه نديو قديم هادشي ماشي صحيح تقول الواقع لونسينا المارشي وداز المارشي بان كان الميزانيه كانت يعني الكلفه كانت كبيره وحيدنا واحد الطرف من عندكم دابا راه كاينه الميزانيه راه باش نبداو علاش كانت كبيره راه الاعتماد كثير درت الفلوس ودرنا دوزنا الدراسه عندي 500 متر سقايه ما درتيها حيدتيها لي حيدتيها انت اللي حيدتيها انا ما حيدتش انا درتها انا مجلس كامل من 2016 2019 علاش 500 متر ديال الماء وسقايه دوزتي لي جوج سقايات وحيدتي لي وحده وعندي البير فلوسو بكل شيء ديالو غيدوز بعد هذا الشيء هذا علاش ما يدوش هذا الشيء هذا انا عندي الماء انا حيد لي سقايا فيها 500 متر جاوب الدور راه كان المارشي السقا اللي دوزنا ان كان فيها كلفه اكثر شحال هادشي زعما عارفين شحال احنا عارفين شحال باش داز كان 39 مليون شحال باش داز شحال باش داز المارشي احب من احب وكره من كره شي مشكل ما كافيش بوحدك ما كافيش خاص يكون معاك المجلس ما كاينش قرارات المجلس ما كتنبغيوش غنعطيك بالعران دابا فين تجزي هاد الارض فين هي درتي شي مراسلات فين هو البراج درتي شي حاجه ما كاين حتى حاجه بدا معدو دير لنا التاريخ باش شوف اسي درا تهضرنا معاك راه كاع الاخوان تشكاو لك كل واحد شنو عنده انا قلت لك عندي مدرسه 3 سنين هذه لا واحد الدراري حنا عندنا كنعرفوا الدراري ديال مزاله لو تذكر اكثر ما كاينش كاع في الجامعات فايت 60 دري اللي غيقراو في تحضيري ما كاينش دابا والبيار كتقول لي نفسي جي وحا وتسبو انت الفلاحه غا والبارح جيتي حفرتي بير مره ما كاين لا ما لا والو حفرتي بير وحنا كتقول لنا لا خصنا حو وتسبو لا خصنا الدراسه لا خصنا شتي لا ما كاينش هادشي ما كاين لا ميزانيه لا والو خص كاع هاد الطلبات اللي قالوك الدراري هاد الخدمه اللي عندهم خصو يدوزو شتي بقا تختار نديرو لك الميزانيه وبقا تختار لينا هادي ديالي صالحه ليا نخدمها ما صالحه لياش ما نخدمهاش شتي هاد المشاريع اللي قدام هما اللي خصهم يدوزو الاولاني راه هضرت معاك انا شحال هادي على المدرسه خصها تكون المدرسه بغيت نزعم لا كاينين فلوس لا كاين كلشي والبير والبير انا عندي البير دابا ما نديروش رئيس انا كنهضر مع الرئيس هي 60 هي ماشي شهر انا كنهضر مع الرئيس هو اللي غيجاوبني بوحدك بلا ما تقول لي انا واحد الاغلبيه وخصنا نجيو نصلحوا المصالح ديال الناس تكون عندنا الاغلبيه وهذه كنعرف انا بغا ما
تبعوا وديروا مجموعه باش تغداو تمايا وتاكلوا المشوي وجي تقول حتى انا بغيت نصاحب. دائما كنقول ان المشاريع اللي هي في كاينه في الروبور روبور جاك الاخوان هو الفلوس اللي تبرمجوا قبل وما تخدموش. كنطلبوا من الرئيس يخدم ذوك المشاريع اللي عندنا. كاين روبور بروغراماسيون ديال جوج بيان في زروقه وفي الحايله. كاين الطريق اللي هنا شاده من الحاج الغربي لمولاي مصطفى بوسرود بودرونك. كاين الماء. كاين هاد المشاريع كنطلبوا من الرئيس هاد الفلوس هادو من 2016 وهما في الروبور كيكحزوا يتخدموا. راه بسهوله الانسان يجيب الرخصه ديال البيان شنو راه البيان فيهم 24 مليون جوج بيان راه كافيين. الانسان خصو يكون شويه راه ما يمكنش انا ندير مشروع ومنين نبدا نرمجو ما تخدموش. ملي ما يتخدمش راه كنشوف فيه انا ان كاين واحد التحيز. الرئيس اللجنه ورئيس الجماعه الله يخليك الرئيس مازال ما كنتكلم مازال ما كنتش الرئيس الله يخليك. انا يرحمكم الوالدين راه مقلت هذا النظام راه مقلت هذا النظام الله يجزيكم بخير. راه حنا ما كنوصلوش النتائج كنكونوا مزيانين كنخلقوا صراع من والو. راه حنايا كنخمموا في ذوك المشاريع اللي مديورين ومبرمجين للساكنه من ضمن كي قال لك كاينه مدرسه كاين بيار كاين طريق هنايا في المركز كاين بزاف الامور اللي فيها عدد ديال الفلوس. وبناء على هذا ان واحد الشهر حنا درنا برمجه ديال واحد 360 مليون وقسنا بها جميع الدوائر. كاين دوائر لا غير خليك كمل عبد الله غير كمل عبد الله خليك كمل عبد الله استثناء كاين واحد الدوائر ما تقاسوش الدوائر الامور يندير جاوب على بعض الامور لا ماشي غير شي واحد انا وياك ما تبرمجناش في اي شارع بالعاني حيت وقفنا معاك في اكتوبر تعرفت تمشي قرار السياسه نقول لك الرئيس فاشل سياسيا انا جيت انا واحد ما كيهمنيش واحد ما كيهمنيش عبد العالي عبد العالي خليك بلا عبد العالي كنتكلم على دائره انتخابيه على دائرتي انا غير ملي قلت هنا انا عندي غير البودرون اللي عندي هنايا شاد من الدار الحاج الغربي كما هو كاين في 27 اما الحياه هي دائره انتخابيه ديال نردي وانا البيان راني كضربون عندي ثلاثه البيان ديالي في الحي الملك ديالي علاش كيف كنا علاش كيف كنا الساكنه علاش بالضبط جيبوا شنو واش عندنا الاورانيوم هنايا ولا البلوتونيوم باش اسمع هادو قرارات ديالنا القرارات راه جبدوا سميتو راه خمس ايام ولا ست ايام دير داش علاش كنردو راه هادو تدخلات ديال الاعضاء خاص تحترمهم بالقوه ديال القانون الا بغات تزوير راه درتي تزوير الجمعيه ديال الموظفين ها الاعضاء ها الموظفين معايا 4 مليون ما درناهاش ما درناهاش حنا كنتحملوا نرجعوا ليا حنا كنتحملوا نرجعوا ليا حنا كنتحملوها بديك 4 مليون ما درناهاش الجمعيه ديال الاعمال اللي بعد الموظفين تصرف ولا ما تصرفش هذاك التهاون ديالك التهاون ديالك هذاك راك فاشل تسير ما قادرش ما تسير انت ما قادرش ما تجمع الاغلبيه اشنو هادشي راه حنا ما غنبرمجو ليك شوف الروبور شوف المشاريع القديمه دوزها عاد يمكن نشوفو عدم تصويت على الميزانية
الناس المضرورين هذا انا اكتشفت الحقيقه ما عايش معاهم من المواطنين عندي حق اكتشفت الحقيقه دابا السلام عليكم ورحمه الله معكم السي يونس كتب العام جمعيه الحمايه البشريه اليوم الخوت جينا حضرنا المجلس هنايا الدوره ديال المجلس ان شفنا واحد الحاله شنو نقول لك واحد الحاله لا يرثى لها ان كاين صراعات ما بين الرئيس والاعضاء صراعات قويه بزاف ان الساكنه هي حاضره كلها غتاكل الدقن يعني بحكم النظريه ديالي ان شفنا الدوره دازت فاشله ان كنا كنتمناو وكنفرحوا باش نحضروا من لان باش الساكنه مضروره كاين الناس اللي مساكن ما عندهمش الضوء كاين اللي ما عندوش الماء حاليا ان بعض الاعضاء الرئيس كيشطح هو كيهضر على الطابله كيشطح على الطابله وكاين بعض الخرقات هنا اللي شفنا في هذا المجلس اليوم اللي حضرت معاهم اش نقول لك لا اله الا الله حنا كنهضروا مع صغير عندنا بزاف ديال الوثائق درنا له طلبات بزاف باش يجيب لنا الدراسات راه ما كاينش شي برمجه بلا دراسات راه هنا المال الطول هذا هو كيبرمج لنا في شهر خمسه ما داش كتب محضر غلط وصيفطو ضربوه له وبقى كيدور هكا هذا شنو مجموعه ديال ماشي هذا يعني حنا بغينا نقولوا له عطينا هذاك الشيء اللي كتصرف انت شوفوا فين كيصرف ودار شي تحويلات وقلنا له هذاك كلام اختصاصي داك الشيء قلنا له دير انا قال لا سير واش انت هو لوديت قال له راه مجلس راه بالحق مراقبه راه المال العام هذا ولكن بدون شتوى الهام عندي واحد السؤال شنو هو السبب الخفي وراء هذه العمليه كلها نقطه مهمه استاذ شنو هو السبب الخفي لان ملي كان العالمي انت ركز في هذه النقطه هذه ملي كان العالمي المستثمر الواحد في هذا ايت سيبر ذكر على هذه النقطه المستثمر الواحد في هذا ايت سيبر لان عنده المشروع ديال الخروب وعنده المهم مصالح في ايت سيبر كان ما عندوش هو غرض في المجلس يشفر ولا يدير عنده باش يحمي المصالح ديالو وكانوا الاعضاء اللي كانوا معاه كانوا هما اللي مسيرين العالمي براسهم لانه هما كانوا كيستافدوا من العالمي نهار تبدل المجلس لان ما بقاش اللي غيحميهم ما بقاش اللي غيفورني عليهم هذا الشيء علاش خصو يحيدوا الرأي الشديد باي طريقه باش يرجع العالمي باش العالمي يقيلوه من باش العالمي يقيلوه من تاديه الواجب للجامعه بالنسبه حيت خصو يؤدي الواجب ديال الكاريان راه ضروري خصو يؤدي العام سيدي هذا كان لابور حيدوس هنا في اجماع اسف في المدبة هنا كان لابور كيكون الرئيس ديالنا كيحطو علينا كيخليو شغلنا كيخليو السلاحة ديالنا وخليو السيفة ديالنا الظهر كيجي عاود الرئيس ديالنا كيعيطو علينا حنا دايما معاهم هنا ولا في عيد العرس ولا في المسيرة ولا في كل حاجة شكون هو الرئيس ديال المجلس؟ ايوا شديد ايوا معاك شديد دابا هاد الفلوس معاهم تفات الوقت عاد دوزهم ولا وصندوق يعني بغيتي تقول بان الاتعاب ديالكم ما تخلصتوش فيهم اي ما تخلص فيهم شنو باش كطالبوا كيفاش باش كطالبوا كنطالبوا خلاص الخدمه ديالنا حنا خدامين وما مخلصينش واش حنا كنخليو الاخرى ونجيو نلعبوا الحيدوس على فين ما بغونا كيعيطوا علينا كنركبوا من الجيوب بلا ونجيو علاش حتى هنا نبقاو نقابلوا القناه علاش كنجيو عندهم خويا كنعانيو من الضوء كنعانيو من الماء ما عندنا حتى حاجه طريق المدرسه بعيده ودابا كنبغيو غير الدراري يحفظوا ما كنلقاو باش يحفظوا كيحفظوا على الشمعه ما عرفتش والماء ما عندناش والضوء حنا طيعين كان شحال كنمشيو للعالمي نجيبو على البهاين ولا الكره عينينا واش انا عندي 70 عام نشقي شحال باش كطالبوا اه باش كطالب بغينا الضوء والماء حنا ضايعين بالنسبه لي انا خدي عبد العالي مستشار جامعه تيبر بالنسبه لهاد الدوره اللي دازت الناس هادو بكل صراحه انا ما بانليش فيهم وهم يخدموا لان الناس كتشكى الناس مضروره وكتعاني من الطريق ومن الماء وراها الساكنه حاضره وهي ربما تكون خديتي الاقوال من بعض الناس هما يعاودوا في الاعانه باش يعني وهاد الناس هادو الله يهديهم هما اول حاجه كنا كنتمناو ان الميزانيه تدوز ولكن نظرا لبعض المشاكل داخل الجامعه اللي تطرقنا لها في الفيديوهات السابقه وما شاهدتو معنا في الدوره هو ان احنا غير مقترحين العطشان وايت كبير كبير وايت الشرف ما مقترحينش عند الرئيس مقترحات لجنه الماليه ولجنه الماليه ما جابتيناش كاع الوغ امتنعنا انا وثلاثه الاعضاء وقيلا ولا جوج وكاين اللي صوت بالتاجيل كاين اللي صوت بعدم التداول